السلام عليكم الاخوان، نهاركم مبروك الخوت، وتحياتي لكم داخل الوطن وخارج الوطن. كما كتشوفوا الاخوان راه كنتواجدوا في السوق اثنين باقليم قلعه السراغان الخوت بتاريخ الاخوان 19/12/2022. اللهم بارك، الله يدير الخير تبارك الله. واليوم الافتتاح ان شاء الله راه بالحوليه، ان شاء الله غنديروا الحوليه ونشوفوا الثمن ديال الحوليه. اللهم بارك، الله يدير الخير، اللهم ييسر امور جميع الناس تبارك الله. كما كتشوفوا معنا الخوت راه الحوليه كاينه تبارك الله، ولكن فيها الثمن. فهمتي، هضرت في السوق فيها الثمن شويه اكثر، هذيك اللي فيهم المواصفات تبارك الله راه فيهم الثمن خيالي، لا اله الا الله، والله يدير الخير. والسلعه قليله خوت، ما بين في الخروف البدري قليله شويه، وغندور نشوف لكم الحوليه ونشوف لكم النعجه ان شاء الله، والله يدير الخير. ونتمنى لكم شي بارطاج اخوت، شي كومنتير، الله يحفظك، الله يبارك فيك، شي كومنتير زويون وشي لايك، شوف معنا شي ابوني خير منكم، ونطلبوا الله التيسير وندور دوار في السوق ونشوفوا الثمن. اللهم يسر الامور، الله يدير الخير تبارك الله. مدوبه السلعات ودعم. السلام عليكم دوخو، بخير صحيح مزيان، الله يبارك فيك. شحال خويا؟ 19 ونص تبارك الله، جمله الاخوان 19 ونص تبارك الله، اللهم بارك، والله يدير الخير. 950 درهم الاخوان تبارك الله، اللهم يسر الامور تبارك الله تبارك الله. سير عمي سير، اللهم يسر تبارك الله، ونطلب الله التيسير. سعد الله تحياتي، كدير نعمس بخير، زيتوني الله يحفظك، اللهم بارك، والله يدير الخير. 19 راه الخوت اللي عاطينهم، وشحال الثمن قلت لهم؟ 19 ونص قلت لهم 22، 19 ونص اللي عاطينهم الاخوان، هو كيطلب 22 تبارك الله، على 1100 درهم الخوت اللي كيطلب فيهم تبارك الله. نطلبوا الله التيسير، وخلي النميره ديال الخوت يبغى شي حاجه يتصل به تبارك الله. اسلعي على الاخوان، اسلعي هذاك الشيء اللي كان، اللي قال لك اللي عطاو كيقولوا رزق الله تبارك الله، اللهم بارك، الله يدير الخير جميع الناس الخوت تبارك الله. رحال عطيني النميره ديالك خو رحال، قول اسيدي قول. 06 53 05 12 60 تبارك الله، اللهم بارك الخوت، وراسلي على الخوت ديال البروج الاخوان تبارك الله، السلعه ديال البروج، اللهم يسر الامور، الله يدير الخير تبارك الله. ما ندوروش دوره في السوق ونشوفوا الثمن. رحال الله يسر لك، الله يجيب التيسير، كاين اللي مليح تبارك الله، اللهم يسر الامور. السلام عليكم، نهار مبروك هذا، كي داير اخويا؟ بخير صحيح مزيان، الله يحفظك. الغزال شحال؟ 27 ديتي بخمسة، 25 اخوان باش خالصة، 1250 درهم فيها المواصفات الخوت تبارك الله، مليحة الكاليتي تبارك الله، اللهم بارك. 25 تبارك الله، نطلبوا الله التيسير، اللهم بارك، اللهم بارك، والله يدير الخير. 25 1250 درهم، كتقول 27 تبارك الله، اللهم بارك، اللهم يسر الامور، الله يدير الخير. اكسيبي هذه مسكينة مشمشة مشمشة تبارك الله، الله يلا مشي مشاو تبارك الله، زوين تبارك الله تبارك الله. نطلبوا الله التيسير، اللهم يسر الامور. نقدر ندير من عندك عبد السلام؟ فيض الله، فيض الله، نقدر ندير عندك، نطلبوا الله، فهمتيني، مازال ما شتيش ونقدر ندير عندك، اللهم يسر خويا، الله يجيب التيسير، اللهم بارك تبارك الله تبارك الله. نطلبوا الله التيسير هذا، يلا دا الله يسر الامور، الله يسهل على الجميع تبارك الله. نطلبوا الله التيسير. شحال زيتوني؟ شحال باب رزق؟ شحال اخويا الثمن؟ اخويا الله يدينا مع هذا الراجل. شحال ديتي باب رزق؟ 20 و500. 20 و500 الاخوان تبارك الله، اللهم يسر الامور، الله يدير الخير. 20 و500 داك الشيء اللي كاين كيقولوا عبد الرزاق، الرزاق الله تبارك الله. 20 و500 1025 درهم الخوت تبارك الله تبارك الله، المليح المليح، وغندير الفقير بصرع الخوت تبارك الله، اللهم بارك تبارك الله. شي حاجه مواصفات تبارك الله. كاين المليح كاين المليح كاين المليح، الكاليتي تبارك الله، اللهم يسر، اللهم بارك تبارك الله، اللهم بارك، الله يدير الخير تبارك الله. 20000 الخوت باش داها من عندو، 500000 و25 درهم تبارك الله. طلبوا الله التيسير، اللهم يسر تبارك الله. وندورو واش دوره في السوق ونشوفو الثمن، اللهم يسر الامور، اللهم يسر الامور. المليح الخوت، الله يحفظك، اليابان مع راسك تبارك الله، المليح كاين الخوت. ندورو واش دوره في السوق ونشوفو الثمن، اللهم يسر الامور، اللهم بارك، اللهم يسر. ودعم. السلام عليكم، كدير نعمس بخير؟ صحيح مزيان، الله يبارك فيك. شحال اخويا الثمن؟ 18 و925 درهم الخوت، 18 تبارك الله، الله يحفظك ليا، اللهم بارك تبارك الله، اللهم يسر الامور، الله يدير الخير تبارك الله تبارك الله. هذيك بعتيها انت الزيتون؟ تبارك الله، طلبوا الله التيسير، اللهم يسر. ندورو واش دوره في السوق ونشوفو الثمن، الله يسر، الله يسهل اخويا، اللهم بارك الخوت، الله يدير الخير تبارك الله. جحوليت ملاحة الاخوان تبارك الله، عاد خويا مصطفى. سي مصطفى السلام عليكم، كي داير خويا؟ بخير صحيح مزيان، الله يبارك فيك. شحال الثمن خويا مصطفى؟ مشتري 45
بعتي ب 4700 درهم حلال من الله حلال طيب من عند الله تبارك الله. الخوته 45 المشره 2250 درهم وباع 100 درهم حلال 47 2350 درهم. صاحبك والله ما صاحبك هو هذا تبارك الله الفلوس راه كتحسب. اللهم يسر اللهم يبارك اخويا الله يسر لك الله يسر عليكم تبارك الله والمليح على الخوت تبارك الله تبارك الله. سي مصطفى نهارك مبروك وكنشكرك بزاف الله يعزك ليا تحياتي لك خويا الله يحفظك مبارك اخوان الله يدير الخير تبارك الله. هذه حولي اخوان مليحه تبارك الله وشو حدرت فيهم مواصفات تبارك الله الله مبارك. سي كمال السلام عليكم دير بخير صحيح مزيان الله يبارك فيك الله يطول في عمرك. شحال الثمن اخويا؟ ايوا شحال بعتي؟ 25000 البياسه تبارك الله 25 اخوان باش باعوهم تبارك الله الله مبارك الله يدير الخير. المشرف ديالهم الاخوان راه 24200 درهم وباعهم ب 1000 ريال اخرى في الخوت بحال 25250 درهم باش ولاو تبارك الله. كاين شي واحد هنا فيهم الحبوب ياك؟ كاينه خمسه تقريبا. ها تبارك الله عليك اللهم بارك تبارك الله. شي حاجه الخوت صافي ونقيه تبارك الله ونطلبوا الله التيسير اللهم يسر امور جميع الناس تبارك الله. ندوروا شي دوره في السوق ونشوفوا الثمن اللهم يسر. واش هادو؟ اللهم بارك الخوص الله يدير الخير في مواصفات الاخوان ولكن فيهم شي حبيبات تبارك الله. سي ابراهيم السلام عليكم دير خويا بخير صحيح مزيان الله يبارك فيك. شحال الثمن اخويا ابراهيم؟ الثمن اخويا ديناهم ب 80. شحال 80؟ المشرى الخوت راه 80000 تبارك الله. السلعه على 27 الاخوان تبارك الله 80000 فيها 4000 تبارك الله. هي فيها المواصفات كامله الاخوان ولكن حيت فيها الحبيبه ياك باغي ندير من عندك ولكن فيها الحبوبه. ايه كاين الحبوب كاين الحبوب مال ملاحات كامله بثلاثه 27 الاخوان باش ولاو تبارك الله 1350 درهم. شد شد المروه زاد مساعد شد قدم قدم هاكا خوت راه فيهم مواصفات كامله الاخوان ولكن هاد الحبوبه هي الاخوان كاينه هنا وهاد الاخرى تاهي فيها هنا. شد مساعد شد معايا شد ها هي تبارك الله. هادي كاع مسكينه مجروحه بزاف مواصفات الخوت الاخرى تاهي فيها الحبوبه تبارك الله ولكن ما عندي ما ندير لك ابراهيم كنت بغيت شي وحده ولكن كلهم محبوب. اللهم يسر اللهم يسر خويا الله يجيب التيسير. سي عثمان كي داير؟ الله يحفظك يا خو سموس كي داير انت مزيان؟ الله يحفظك. السوق كيجاك شويه اليوم مز تخاو ما فيش مليح ما كاينش مليح ما كاينش الثمن كاين الثمن كاين والله يدير شي تاول الخير الله يسرع خويا الله يجيب التيسير. ندوروا الاخوان شي دوروا في السوق ونشوفوا الثمن اللهم يسر. السلام عليكم حميمه كي داير خويا بخير؟ صحيح مزيان الله يبارك فيك. شحال الثمن ديال نعم 47 الاخوان باش خالصين تبارك الله. شكون مشروك معاك؟ تا هو مشروك ولكن السوق شويه اليوم كي داير؟ السوق السومات كاينه البهيم قليله شويه البهيم قليله شويه ولا موجوده؟ مليح قليله الاخوان تبارك الله 47 2350 درهم الخوت هذا تبارك الله 47 المشهى تبارك الله. اللهم بارك والله يدير خير اللهم ييسر امور جميع الناس تبارك الله تبارك الله. راه غتعزل امها كاع ما بقاو يجيبوها ايه والله يدير شي تاول ديال الخير تبارك الله. تبارك الله الاخوان اللهم بارك 47 2350 درهم تبارك الله ولكن المليح الخوت من هنا العيد ملاح السموح من هنا العيد ملاح تبارك الله. هذا خوت راه فيه المواصفات تبارك الله تبارك الله اللهم بارك والله يدير الخير تبارك الله. واحد الاخ تا هو راه قال لك راه على حساب شي اربعه ولا خمسه ولكن خويا راه كاين الثمن كاين الثمن الاخوان تبارك الله. هذو المصريين 47 جمله تبارك الله ونطلبوا الله التيسير اللهم يسر الامور. من حميمه الله يسر الله يجيب تيسير خويا الله يسهل عليك خوت اللهم بارك. سي مصطفى كدير صحيح مزيان الله يبارك فيك. هذا شحال اخو مصطفى الله يحفظك؟ شحال ديتي سي مصطفى الله يحفظك؟ جوج جوج ب 90 على 50 40 تبارك الله الاخوان راه مصريين بجوج الخوت تبارك الله والله يبارك والله يدير الخير 90000 4500 درهم. هذا الخوت راه بحال محسوب ب 50000 تبارك الله تبارك الله محسوب ب 50000 تبارك الله اللهم بارك ولكن راه مليح الخوت تبارك الله. العرض كل شيء كاين تبارك الله على الشراء كاين المليح الخوت تبارك الله اللهم يسر الامور تبارك الله. طلب الله تيسير هذا مصطفى تبارك الله تبارك الله. وهذا الخوت راه محسوب ب 40 هذا الشيء اللي عطى الله هو هذا تبارك الله. ندور واش دوره في السوق سي مصطفى الله يسهل عليك الله يجيب تيسير اخويا الخوت اللهم بارك الله يدير الخير تبارك الله. سي محمد كي داير؟ صحيح مزيان الله يبارك فيك الله يطول في عمرك. شحال الثمن اخو محمد؟ 44 المشرى تبارك الله 44 الاخوان المشرى وراني مشروك معاه بالعربيه نقول لكم بالخوت. ها هي تبارك الله راه باش 44000 المشرى الاخوان تبارك الله على 2200 درهم الخوت تبارك الله. وحنا راه مشروكين ومازال ما تخرجنا ما والو ما تعاد
انا راه معطي فيهم ربعه ديال الناس هادشي اللي عطى الله هو هذا الخوت والله ما يسر الامور والله يدير خير تبارك الله وهادشي اللي كاين هو اخوانهم بحال والو غندير محل متسبع ان شاء الله مصين على سبعه الخرفان هادو عجبوني الاخوان تبارك الله السلعه راه زوينه وثمن زوين اللهم يسر امور جميع الناس طلبوا الله تيسير لا لا طرفيه هادشي اللي كاين هو تبارك الله الثمن راه كاين الاخوان في الممشي تبارك الله 44200 درهم المشرى ديالهم الاخوت باش ديناهم تبارك الله وندورو شي دوره في السوق ونشوفوا الثمن اللهم يسر سمو الله يسهل عليك خويا اللهم بارك الخوت الله يدير خير هادو خمسه الخربان الاخوان تبارك الله ورا المشرى ديالهم الاخوان ربح على 38950 درهم تبارك الله ولكن الخوت راه كاين الثمن داكشي اللي كنقولوا والرزق الله وحنا مشتركين بخمسه الخوت تبارك الله راه كنبغي نوصل لكم شي معلومه الاخوان باش بنادم في المكان يعرف الثمن ديال الخروف تبارك الله اللهم يسر الامور الله يدير خير راه خوت راه 38900 درهم الخوت عفوا 1900 تبارك الله قعدوا استعداد قعدوا اللي طاح تبارك الله الثمن راه كاين الاخوان اللهم يسر الامور وحنا مشتركين مع الخوت ربعه الناس هادشي اللي عطى الله هو هذا الخوت تبارك الله تبارك الله وندورو واش دورو الاخوان في السوق ونشوفو الثمن اللهم يسر المليح كاين والثمن كاين هادشي اللي عطى الله هو هذا والسلعه راه شويه قليله الاخوان المليح راه ما كاينش بزاف المليح راه فيه الثمن تبارك الله ندورو واش دورو في السوق ونشوفو الثمن اللهم يسر بارك خويا محمد كدير صحيح مزيان الله يبارك فيك الله يطول في عمر خويا شحال الثمن اخو محمد 43 الاخوان 2150 درهم الخوت تبارك الله تبارك الله اللهم بارك اللهم يسر امور جميع الناس تبارك الله ديال الخوت خروف واقف الاخوان تبارك الله تبارك الله اللهم يسر اللهم يسر اللهم بارك الله يدير الخير تبارك الله طلب الله التيسير اللهم يسر امور جميع الناس تبارك الله ندورو شي دوره في السوق ونشوفو الثمن الخوت 43150 درهم خوت محمد الله يسر الله يجيب تيسر اخويا اللهم بارك الخوت تبارك الله الله يبارك الله يبارك ولد عم السلام عليكم خويا دير بخير صحيح مزيان الله يطول في عمرك الله يعزك شحال الثمن اخويا الله يحفظك اللي عجبك المشرى ولا اللي كاين المشرى 76 الخوت المشرى تبارك الله 3800 درهم تبارك الله 76 اش درت استنى نطلع الجموع تبارك الله اللهم بارك الاخوان الله يدير الخير تبارك الله 76 المشرى تبارك الله شحال كطلب فيه انت كطلب في 110 جاب الله كطلب الاخوان 110 اللهم يسر الامور ولكن راه حول الخوت تبارك الله تبارك الله اللهم يسر الامور والله يدير الخير تبارك الله 76 3800 درهم الخوت تبارك الله ابن عمي الله يسر والله يجيب تيسير اخويا الله يحفظك ليا اللهم بارك الاخوان والله يدير الخير تبارك الله اخويا حمزه شحال الثمن ديال هذا اخويا؟ 86 هي اللي ثابته 86 اخوت تبارك الله 4300 درهم خصنا الحليب ياك تبارك الله ولكن الغزال تبارك الله 86 اخوان تبارك الله 4300 درهم خصنا الحليب الخوت تبارك الله اللهم يسر الامور تبارك الله الله يبارك تبارك الله طلب الله تيسر اللهم يسر الامور مليح الخوت الكاليتي تبارك الله سي حمزه الله يسر الله يجيب تيسر اخويا الله يحفظك اللهم بارك الله يبارك الخوت الله يدير الخير تبارك الله نطلب الله تيسير السي عبد الصادق السلام عليكم نهار مبروك هذا كيداير انت بخير صحيح مزيان توحشوك المشاهدين المعلم الله يعزك ليا صافي شهر ديال العطله حيد تبارك الله شحال اخو عبد الصادق الثمن ديالو تهي الله يرضي عليك 31 الاخوان تبارك الله المشرى الخوت راه 31550 درهم تبارك الله لا ملاح والله الا ملاح ودا بصادق الله يعزك ديول السي محمد تبارك الله تبارك الله نطلب الله تيسير اللهم بارك الخوت الله يدير الخير تبارك الله نطلب الله تيسير تبارك الله سي عبد الله لاباس تبارك الله اللهم بارك الخوت مليح كي لا ولا انا ملاح الله يحفظك خويا عبد الصادق الله يعزك والله الا زوينين غيين تبارك الله 31 تبارك الله تبارك الله 1550 درهم الخوت المشرى ندورو شي دوره في السوق ونشوفو الثمن اللهم يسر حاج عباس لاباس كدير بخير صحيح مزيان الله يبارك فيك سي عبد الله واش سي عبد الله تهز راسك مالك نهارك مبروك هذا الله يعزك ليا تبارك الله طلب لك الله تيسير اخويا سي عبد الصادق الله يسهل عليك الله يجيب تيسير اخويا تبارك الله اللهم بارك الاخوان الله يدير الخير سي مرشد السلام عليكم خويا بالزين بخير صحيحه الله يبارك فيك با صالح كي داير
صحيحة. الله يحفظك، اللهم بارك. شحال اخويا مرشد؟ الثمن 48 المشرى. تبارك الله تبارك الله، 48 الخوت المشرى تبارك الله، اللهم يبارك والله يدير الخير، على 2400 درهم. وكيفاش درك بعتيهم ولا كيفاش؟ اللهم يسر لي، باعهم لي ب 10000 الخوت، الله يبارك والله يدير الخير، اللهم يسر الامور. 10000 درهم ارباح الخوت تبارك الله، الله يبارك، اللهم يبارك، اللهم يبارك والله يدير الخير. وندورو شي دوره في السوق ونشوفو الثمن، اللهم يسر تبارك الله. كاين الثمن الخوت 48 المشرى، وباعهم لي ب 10000 درهم ارباح تبارك الله. ندورو شي دوره في السوق الخوت. السلام عليكم، اذا نعمت بخير، صحيح مزيان، الله يبارك فيك، الله يطول في عمرك. شحال الثمن سي عبد الله؟ الثمن شحال؟ 43 المشرى الاخوان، 43 تبارك الله، 2150 درهم تبارك الله. الثمن كاين الخوت تبارك الله، ولكن في الزين والمليح تبارك الله، اللهم يسر الامور والله يدير الخير. 43 2150 درهم تبارك الله تبارك الله، اللهم بارك الخوت والله يدير الخير تبارك الله لجميع الناس. سي عبد الله الله يسر، الله يجيب تيسير عمي، الله يجيب تيسير. السلام عليكم، كيداير العمس بخير؟ صحيح مزيان، الله يبارك فيك. شحال الثمن ابا عبسام؟ المشرى 29، المشرى الاخوان 29، 1450 درهم، وكيقول 31 تبارك الله، 1550 درهم تبارك الله، اللهم بارك والله يدير الخير تبارك الله تبارك الله، اللهم يسر الامور والله يدير الخير تبارك الله، طلب الله تيسير. سمو عم خويا كيدير بخير؟ صحيح مزيان، الله يبارك فيك. شحال هذا عندك خويا؟ هذا خلاص 48 48، حنا كنت خليت واحد 46 مولاه 48 تبارك الله، 48 الاخوان تبارك الله، اللهم بارك. 2400 درهم الخوت تبارك الله. الثمن كاين اخو السموح؟ الثمن والسلعه راه شويه قليله، راه ما كاينش الغل، كاينش الغل مليح البدري. الله يدير شي تاويل ديال الخير. ندورو جدور الاخوان في السوق شوفوا الثمن. معك خويا زين كيدير بخير؟ صحيح مزيان، الله يبارك فيك خويا. شحال الثمن اخويا المرضي؟ ما هي؟ مشرى 40 تبارك الله، المشرى الخوت 40000، 2000 درهم الخوت، عاطينهم 100 درهم ديال الرباح تبارك الله، اللهم بارك، اللهم بارك، الله يدير الخير. شي حاجه الخوت مليحه بحال هادشي الخوت الغزال، 40000، 2000 درهم الخوت تبارك الله، اللهم يسر الامور والله يدير الخير تبارك الله. المليح كاين الاخوان تبارك الله، والثمن حتى هو راه كاين تبارك الله، اللهم يسر تبارك الله. ندورو شي دوره في السوق ونشوفو الثمن. الله يسر اخويا، الله يجيب التيسير المعلم. بدر السلام عليكم خويا، دير بخير؟ صحيح مزيان، الله يبارك فيك تبارك الله، اللهم بارك في جميع المواصفات ياك تبارك الله، اللهم بارك الاخوان والله يدير الخير تبارك الله. مربع عادي مربع تبارك الله. شحال الثمن اخويا بدر؟ خويا عطاونا دابا 64 هنا 64 الثمن ديال المشرى كيفاش؟ المشرى عاقول 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 في طلاوة قول قول 54 تبارك الله الاخوان 54 تبارك الله، راه عاطينهم 10000 ديال الرباح الخوت تبارك الله. شحال تمون فيهم واحد بادر؟ اخويا يقول لي غيكونوا سبعه، يكونوا سته الفرقه. لا اله الا الله وصافي تبارك الله، في راه جميع المواصفات الخوت فيه كامله تبارك الله. المشرى ديالو 54000 2700 درهم الخوت تبارك الله، اللهم بارك والله يدير الخير تبارك الله تبارك الله. خوت والخروف سارع حتى في الربيع الاخوان تبارك الله تبارك الله، اللهم يسر الامور والله يدير الخير تبارك الله، اللهم بارك، اللهم بارك، الله يدير الخير تبارك الله. ندورو شي دوره في السوق ونشوفو الثمن، اللهم يسر الامور تبارك الله، اللهم بارك، اللهم بارك الاخوان والله يدير الخير تبارك الله. واش ينعاج الخوت هذو ملاحات الخوت اصريات وراه مدافعات على ميلاد تبارك الله، اللهم يسر الامور والله يدير الخير تبارك الله. ونسولو على الثمن الخوت تبارك الله خويا تبارك الله، اللهم بارك تبارك الله. تبارك الله ديالي 15 يوم. شحال هذه؟ شحال شحال الزريقة جملة؟ جملة شحال؟ جملة خويا بين 70 تبارك الله، ولكن الخوت راه كلهم مدافع النعاج، كلهم مدافعات الخوت تبارك الله، اللهم بارك انا الخوت تبارك الله تبارك الله، على ميلاد الخوت كيطلع في السبعينات تبارك الله، اللهم يسر الامور والله يدير الخير، الله يبارك، اللهم بارك الخوت تبارك الله، كلهم نعاج دافعات على الاخوان تبارك الله، المليح على الاخوان تبارك الله، ولكن السلعه هذه ما نعاودوش الهضره تبارك الله تبارك الله. ترع قداش الخوت تبارك الله، يا ربي يسر الامور تبارك الله، 70000 تبارك الله، ولكن راه المليح على الخوت 3500 درهم تبارك الله تبارك الله تبارك الله، اللهم بارك، اللهم يسر الامور الله يدير الخير تبارك الله. هو حليب
ما ندوروش دوره في السوق وشويه الثمن اللهم يسر عمر الخوت. تبارك الله الخوت اللهم بارك الله يدير خير تبارك الله نطلب الله تسير النعجه كلها ولاد الخوت تبارك الله. اود العبد السلام عليكم خويا دير بخير صحيح مزيان شحال الثمن اخويا الله يحفظك الثمن الله يعزك 42 اش دير في السنه معلم؟ خلطه فيها الثنيه والربعيه فيها الثنيه والربعيه الخوت تبارك الله سبعة كورة وستة نتوات الخوت تبارك الله اللهم بارك الله يدير خير اللهم يسر امور جميع الناس تبارك الله تبارك الله الاخوان تبارك الله اللهم سهل اللهم يسر الامور 42100 درهم الخوت تبارك الله تبارك الله تبارك الله الخوت اللهم بارك الاخوان الله يدير الخير تبارك الله نطلب الله تيسير اللهم يسر تبارك الله واش شدها بغيتيها ما ندورش دوره في السوق نشوفوا الثمن خويا الله يسر الله يجيب التيسير اخويا خوت اللهم بارك الله يدير خير تبارك الله ونطلب الله التيسير هذه والده الاخوان ونسولوا مولاهم على الثمن من عمي السلام عليكم دير خويا بخير صحيح مزيان الله يبارك فيك هذيك اش دايره دافعه اش دايره في السن سداسي الاخوان هذه والده وش وحده ياك وهذه والده بجوجة الخوت وحده دار جوجة الدراج وحده والده الخوت تبارك الله ودافعه الاخوان تبارك الله اللهم بارك اللهم يسر ولكن المليح شي حاجه كاليتي تبارك الله اللهم بارك الخوت شحال الثمن ديال الوالده وديال الجد اللي دافعات بثلاثة لا هاد 150 بثلاثة الخوت على 50000 تبارك الله الوحدة اللهم بارك الله يدير الخير تبارك الله 7500 درهم الخوت بهم ثلاثة تبارك الله اللهم يسر الأمور الله يدير الخير تبارك الله يديرها والد الخوت كيقول لها 50000 على 2500 درهم والأخرى حتى هما 50000 تبارك الله ونطلبوا الله التيسير وندوروش دور الخوت السوق خويا الله يسر الله يجيب التيسير اللهم بارك خويا الزرق كيداير صحيح مزيان الرايس ديالنا الله يحفظك شحال اخويا 86 درتي لي 100 مرشومه ياك مرشومه فين كاين الرشمه نشوف مرشومه الاخوان تبارك الله اللهم بارك الخوت دار على بنات الخوت راه متاهم جوج حوليات تبارك الله جوج خروفات 86 4300 درهم ولكن راه مليح الخوت تبارك الله النعجه تبارك الله قداش الله يبارك اللهم بارك اللهم يسر الامور زيق الله يسر لك الله يجيب تيسر اخويا الله يحفظك ليا نهار مبروك اللهم بارك الاخوان شي حاجه ديال النهار وقال الخوت تبارك الله اللهم بارك اود العم السلام عليكم ديروا خويا بخير صحيح مزيان الله يبارك فيك الثمن خويا حفيظ الثمن شحال 62 تبارك الله ولكن الخوت هذه كلها نهار وقال تبارك الله الطانقه ديال النهار وقال الخوت تبارك الله اللهم بارك الله يسر الامور لجميع الناس 62 اخويا الله يحفظك 3100 درهم اللهم بارك الخوت تبارك الله تبارك الله المليح الخوت من عجرة كلهم دافعات ياك اخو حفيظ ثلاثه والدات وخمسه دافعات الخوت تبارك الله اللهم يسر الامور الله يدير خير تبارك الله طلب الله تيسر الخوت المليح هذه هي والده تبارك الله والده خروف الخوت تبارك الله خرفان وعبور الاخرين وش الاخر دافع الاخوان تبارك الله وحده جامع الخوت الاخر اثنين كرباعي سداس تبارك الله نطلب الله تيسر اللهم يسر الامور ابن عمي الله يسر الله يجيب تيسر اخويا حافظ الله يسهل عليك الله يجيب تيسير